النظر لأي حسابات أخرى حتى ما يتعلق بالتحكيم، ولكن هل إحنا محتاجين نبدأ نفعل الفيديو ومشاهدة المباريات وإن الحكم يراجع بعض القرارات اللي ممكن يبقى فيها تشكك أو مش متأكد من صحتها خلال المباراة ولا لا؟ وإزاي نرتقي بمستوى التحكيم أو نتجاوز كم الأخطاء الصارخة اللي بنشوفها في أنا المباراة؟ شايف خاصية الفيديو دي هتبقى صعبة على تطبيقها في مصر لسبب غالية. التكلفة والسعر العالي مستحيل تطبق في مصر. لأن التكلفة والحاجات بتاعت الفار دي مستحيلة. لكن أنت عندك الحكم الخامس قدام اللعبة. يعني ده اهم حاجه، لازم تدي كورسات للحكم الخامس ان هو يكون صاحب قرار، يكون جريء، ما تخافش ان انت تدي القرار. انا بس عندي رسالتين مهمين جدا. الرساله الاولانيه، البعض بيقول لك هو النادي الاهلي اول مره يتظلم، طب ما انتم مش عارف كسبتوا مباراه وادي دجله بالاخطاء التحكيميه والاسماعيلي. لا، في فرق كبير قوي يا جماعه. الاسماعيلي كره الاسماعيلي التسلل دي كل الاستوديوهات التحليليه اللي هي جت جون قعدوا يحللوا الفرق ما بين الارتداد والانحراف، يعني في مجال للشك. يعني انا شخصيا شايفها ان هي جون، واحد تاني شايفها لا ده تسلل. انها تحتمل الخلاف، تحتمل الخلاف. يعني حتى الاستوديوهات التحليليه في واحد قال لك تسلل، واحد قال لك لا، حكام كبار. لكن امبارح ما فيش شك، يعني امبارح ما ينفعش تقول ان في شك. دكتور سمعتني في بدايه الحلقه انا بقول ان احنا بنتكلم في ان احنا نصل لافضل اداء تحكيمي محتمل في بطولاتنا المحليه، وعشان نتلافى الاخطاء اللي لينا واللي علينا. احنا ما بنقولش ان احنا عايزين نستفيد باخطاء الحكام طبعًا. او نحصل على بس لازم من تاخد حقنا، لكن احنا عايزين لازم تاخد حقك. يعني ما ينفعش تظلم في لعبتين بالشكل ده، بيبقى ده ضرر مباشر على الفريق طبعا. وفي حاجه كمان للجهاز الفني للنادي الاهلي، لازم بصراحه يعني وجهه نظري الشخصيه ان انا لازم اضغط على الحكم. بعد ما الحكم وليد ازار وقع كان لازم يكون في اعتراض اقوى من كده شويه. يعني كنا بنشوف مثلا مانويل جوزيه، كنا بنشوف كابتن حسام البدري مع كابتن سيد، كان دايما واقف على الخط الزعيق دايما، حتى لو واحد فيكم هيطرد ده لمصلحه الفرقه. ان انت تضغط على الحكم، الحكم شخصيا هيخاف، هيجي قرار بس بعد كده. ما كانش ابدا يمكن الكلام ده له منطق، بس احنا عمر ما كانت طريقه النادي الاهلي او لاعبيه او اجهزته الفنيه الاعتراض بشكل مبالغ فيه، لان احنا عارفين طول عمره الاهلي بيقول لاجهزته ولاعيبته لازم تبقوا نموذج، بتجيب نتيجه. الحاجات دي مع الحكام في مصر بتجيب نتيجه. شوف حضرتك كابتن حسام وابراهيم حسن بيعملوا ايه، الضغط دايما بيجيب نتيجه، دايما الضغط على الحكام. لازم يعني شغل الاحترام، وان انا طبعا الاحترام حاجه مهمه جدا، ولكن ان انا ابقى واقف على الخط انبه الحكم يا جماعه لازم اعترض، لازم في حاجات لازم اعترض فيه. يعني كوره زي خلينا نشوف لازم اعترض فيه. دكتور احمد بيقول ان احنا اتظلمنا كتير ومش اول مباراه الاهلي زي اللعبه دي بالظبط. بص حضرتك كابتن سيد وكابتن حسام، ده اللي انا بتكلم عليه، واقفين بيعترضوا ازاي؟ لازم انا اعترض، لازم اعمل ضغط على الحكم. الحكم هيخاف يا جماعه، لازم تعمل الجهاز الفني للنادي الاهلي. كاس مصر وتعرضنا كمان لخطا، لازم اللعيبه والحكام، دي هي نقطه مهمه جدا. لازم المباريات الجايه، لان هيحصل ظلم الموسم ده الاهلي بينافس التحكيم. هنا ما بتطلبش اي تجاوز، بتقول لازم يبقى في وقفه من غير تجاوز طبعا، لكن لازم يكون في اعتراض، ابين للحكم ان هو عمل حاجه غلط، احسسه ان هو. لكن اللعبه انا ما شفتش حد اعترض خالص. ضربه جزاء وكارت احمر وفي الدقيقه 6 هتسهل الماتش المعقرب بتاعك، بتلعب الانتاج الحربي وكابتن مختار واحد من احسن الناس او الفريق ماشي كويس وماشي كويس وما خسروش وماشيين بشكل كويس، وهتكسب وهتتصدر، يعني هيبقى ليك شكل تاني تماما. ولكن لازم، انا وجهه نظري الشخصيه، لازم حد من الجهاز دايما يكون واقف على الخط بيعترض، على لازم يكون اقوى من كده. طيب ايه الاليات التانية المتاحه وفق لوائح اتحاد الكوره للاعتراض على قرارات زي دي لاي نادي يتعرض لها؟ وشايفين الاهلي بالبيانات طبعا، لازم تبعت اولا يعني بيان للاتحاد الكوره ان انت مش موافق على الكلام ده، ان انت النهارده خسرت نقطتين. النقطتين دول بيسهلوا لك بدري، يعني بيسهلوا، كل ما بتكسب مباريات كل ما حتى المنافسين عزيمتهم بتقل، سواء بيراميدز سواء الزمالك سواء الانديه الاخرى، انت خلاص بتشوف الاهلي ان انت هو سابقك ثلاث نقط باربع نقط، عزيمتك بتقل. ده بيخلي اداء لاعبي الاهلي كمان يزيد طبعا، والثقه بتزيد، بتساعد في افريقيا كارتيرون ذات نفسه، ثقته يعني بتزيد، ثقه اللاعبين فيه بتزيد، الحاجات دي كلها بتفرق، ثقه الجمهور نفسه في المدرب بتزيد، كل الحاجات دي بتفرق. يعني انا شايف ان لازم يكون في ضغط على الحكم اثناء المباراه، مهمه جدا، واقفه مع الموضوع ده بكل الطرق المسموحه قانونا للنادي الاهلي. وبعد كده عندك في مباريات هتحتاج فيها حكام اجانب، بس مش اي حكام اجانب ييجوا، لازم يكون حكام من الصف الاول. انا يا جماعه وانا بحذر من دلوقتي ان لازم مباريات مثلا الاهلي وبيراميدز مثلا او الاهلي والزمالك تحديدا، لازم يكون في حكام بيحكموا دوري ابطال اوروبا، مش اي حكام من بره او من انا جايبهم، لازم حكام لهم مشهود لهم بالخبرات. ايوه مشهود لهم بالخبرات والكفاءه، وان هم حكموا دوري اوروبي اوروبا ليج او دوري ابطال اوروبا. الراجل جاي خلاص مفيش ثقه، مفيش يعني في ثقه في الكلام، مفيش ان انت يعني بتتمنى يبقى في مخاطبه من المسؤولين في النادي لاتحاد الكوره لمراجعه ما تم من طبعا، ويطلبوا حكام اجانب في المباريات بتاعت بيراميدز ومباريات الزمالك لازم من دلوقتي، لان الاخطاء دي لو اتكررت كتير تبقى بتنتقص من حق، ومش اي حكم اجنبي، ومش اي حكم اجنبي يجي يحكم مباراه الاهلي او بيراميدز او الاهلي والزمالك.
الزمالك لازم طيب. حكم يكون يشهد ليه بالكفاءه وحكم دوري ابطال اوروبا او دوري اوروبي. طيب انا بكرر دعوتي، بطلب من المسؤولين في اتحاد الكره، من لجنه الحكام، من كل الادارات الفنيه مراجعه هذا الامر وهذه الاخطاء الصارخه، واذا كان ده في الاطار المقبول اللي احنا بنقول انه الحكم بشر ووارد ان يخطئ وده متعارف عليه وجزء من طبيعه اللعبه في العالم كله، لكن في امور بتبقى محتاجه مراجعه لما بتبقى الاخطاء في امور واضحه بالشكل اللي شفناه بالامس ولا تحتمل الراي والراي الاخر او ما فيش خلاف فني عليها لما تمت اعاده اللقطه اكتر من مره. وكمان بكرر الدعوه للحكم ابراهيم نور الدين ولكل حكم ان يراجع نفسه ويعيد تقييم ادائه عشان مستواه الفني، عشان يشوف يشتغل ازاي، لو اثبت لنفسه او وجد بالفعل ان في نقاط قصور في الاداء تحتاج الى مراجعه الامر، سواء بنتكلم عن مباراه الاهلي او اي نادي اخر، ان احنا كلنا جزء من منظومه كره القدم، كل واحد كل طرف من الاطراف يشتغل على نفسه ويحاول يحسن من ادائه ويشوف لو في نقاط ضعف لابد من مراجعتها والاعتراف بيها، وده جزء من النهوض او التطوير في اي مجال ومنها طبعا الرياضه وكره القدم. فبكرر الدعوه للحكم شخصيا الكابتن ابراهيم نور الدين وللمسؤولين في الاتحاد يشوفوا ازاي نتلافى تكرار هذه الاخطاء التي تؤثر بشكل سلبي على اي نادي يتعرض لها، وكان ضحيه هذه الاخطاء بالامس هو الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. هنتقل للموضوع الثاني، الفرق اللي قدامنا وتحليلك لاداء هذه الفرق، وبذلت مجهود كبير بنشكرك عليه دكتور احمد في تحضير المعلومات الفنيه الخاصه بمشوار الثلاث فرق اللي هتحدد القرعه مواجهتها او مواجهه واحد منها مع النادي الاهلي، لكن في اقل من دقيقتين لان ما اقدرش طبعا اتجنب الموضوع ده من غير حوار له مع ضيفنا في الاستوديو. عايز تعليق سريع منك على ما يحدث وتفاقم الازمه وتداول الامر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، السوشيال ميديا بشكل عام، بعض المواقع خارج مصر او وكالات الانباء بدات تاخد الامر الى او على محمل سياسي وتديله ابعاد لا يحتملها على الاطلاق بين نجمنا محمد صلاح والمسؤولين في اتحاد الكوره. المشهد ده ننهيه ازاي وايه الافضل للصالح العام؟ لازم جلسه، لازم يتم عقد جلسه ما بين اتحاد الكوره ومحمد صلاح، لازم الامور تكون بالتفاوض. ما ينفعش ان انا محمد صلاح نجم كبير النهارده لسه بينافس، عمرنا ما شفنا لعيب مصري طبعا، وصعب ان هي تتكرر تاني بصراحه، ان لعيب مصري يكون في افضل بينافس على جائزه افضل لاعب في العالم، في العالم مش في اوروبا بس او في افريقيا. احنا كنا دايما يعني كنا بنقول لما افريقيا كنا بنتمنى، دلوقتي لعيب في جائزه افضل لاعب في العالم مع مودريتش ومع كريستيانو، لاعب خرج ميسي، ميسي اول مره يخرج من القايمه من سنه 2007، محمد صلاح دخل مكانه. فدي يعني لاعب زي ده لا لازم ان احنا هيتحصل اكيد في مشاكل طبعا في الاعلانات ان الراجل ده هيبقى كابتن منتخب مصر في الحقوق طبعا، لكن لازم كل الحاجات دي لازم بجلسه، لازم يكون في جلسه ويجيبوا الراجل الوكيل الكولومبي يعني بتاع محمد صلاح ومحمد صلاح واتحاد الكره ويقعد ويكون في يعني بنود يتفق والله عليها يتفق في عليها جلسة مغلقة الاعلان هيبقى بمبلغ كذا، محمد صلاح هياخد كذا، اتحاد الكره لازم يبقى كده، لكن هنقعد بقى هيحصل مشاكل وان اللاعب واللاعب حتى محمد صلاح ذات نفسه تشتيته بيقل يعني بيشتت الذهن، حتى شفنا في المباراه الاخيره مستواه مع ليفربول قل تدريجيا. طيب يعني متفقين على ان الامر لابد من احتوائه وانه ما يحتملش يستمر هذا الخلاف اكتر من كده، وانه يعني يتم اداره الامر بشكل عاقل ومتزن في جلسه مغلقه يتم من خلالها تقريب وجهات النظر بين نجمنا محمد صلاح ومن يمثله وكيل اعمال وبين كل المسؤولين في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وان شاء الله تنتهي الازمه بما يخدم الصالح العام لمنتخبنا الوطني وللوسط الرياضي المصري بشكل عام. هننتقل كمان سريعا الى زميلي العزيز محمد سعيد في انباء مستجدات بشان قرعه كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي بدات بالفعل وكانت سابقه في التوقيت على القرعه اللي هتليها مباشره والخاصه ايضا بدوري رابطه الابطال. مساء الخير زميلي العزيز محمد سعيد، احنا سامعينك، قول لنا اخر المستجدات. مساء الخير زميلي العزيز محمد الجندي، اهلا بيك، والشكر موصول ايضا للاستاذ احمد ثابت، تحياتي ليكم وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. في هذه اللحظات طبعا مراسم قرعه دوري الابطال وكاس الكونفدراليه الافريقيه بتقام في هذه اللحظات في القاهره، مراسم الدور ربع النهائي حتى المباراه النهائيه. منذ قليل يمكن الكابتن حازم امام نجم نادي الزمالك وكابتن الكره المصريه هو اللي بيجري سحب مراسم هذه القرعه في وجود بالتاكيد اعضاء الاتحاد الافريقي لكره القدم بدءا من المكتب التنفيذي وحتى رئيس الاتحاد الافريقي. بدا مراسم القرعه بسحب اجراءات الخاصه بكاس الكونفدراليه الافريقيه وتحديدا مباريات دور الثمانيه. نعلم تماما ان هناك فرق في الصداره وبالتالي ابتعدت في المنافسه في الادوار دور ربع النهائي، الرجاء البيضاوي المغربي، نهضه بركان المغربي، انيمبا نيجيري، واتحاد العاصمه الجزائري، لكن جاء في المركز الثاني في المركز الثاني في المجموعات الاربعه فيتا كلوب الكونغولي المصري، كارا برازافيل، راين سبور الرواندي. وبالتالي بعد اجراء مراسم القرعه تبين الاتي: المصري سيواجه اتحاد العاصمه الجزائري، راين سبور الرواندي سيواجه انيمبا النيجيري، كارا برازافيل الكونغولي في مواجهة مع الرجاء البيضاوي المغربي، وفيتا كلاب الكونغولي في مواجهة مع نهضة بركان المغربي.
المباراة الأولى بالنسبة للنادي المصري ستقام في بورسعيد يوم 16 سبتمبر الجاري، أما مباراة العودة ستقام في الجزائر يوم 22 سبتمبر من نفس الشهر أي بعد أسبوع. في هذه اللحظات بتجرى أيضا مراسم القرعة ما بين الأربع كرات التي تم الاتفاق عليها، المصري واتحاد العاصمة ستكون في كرة واحدة، راين سبور وإنيمبا في كرة أخرى، كرب رزافيل والرجاء، وأيضا فيتا كلاب ونهضة بركان. من خلال هذه الكرات زميلي محمد بيتم سحب الكرات اللي هتواجه بعضها في الأدوار السيمي فاينال دور نصف النهائي، والكرة التي ستسحب في البداية سيكون الفريق المتأهل من الأربع فرق. يعني مثلا في هذه اللحظات بتجرى كرة المصري واتحاد العاصمة وراين سبورت وإنيمبا، إذا تلاقت الأربع فرق في كرة واحدة الكرة التي ستخرج أولا هي اللقاء الذهاب، سيكون على أرض الفائز من هذه المواجهات في مباراة نصف النهائي، وبالتالي مباراة العودة ستكون في اتجاه الأربع كرات الأخرى سواء كارا برازافيل الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلاب ونهضة بركان، ثم تسحب كرة أخرى للمباراة النهائية المقررة بإذن الله في الكونفدرالية يوم 25 نوفمبر، مباراة الذهاب ولقاء العودة في الأول من شهر ديسمبر في نهاية هذا العام. بعد قليل أيضا هيكون معنا إن شاء الله قرعة دوري أبطال أفريقيا، واللي بيهمنا بالتأكيد وضع النادي الأهلي في هذه المجموعة والاتجاه في الفترة القادمة أي من الفرق سيواجهها سواء حورية كوناكري الغيني أو بريميري دوغو أغسطس الأنجولي ووفاق ستيف الجزائري. بشكرك زميلي العزيز محمد سعيد، وهنتابع معاك ما ينتج عن القرعة فيما يخص النادي الأهلي فريقنا والمواجهة المرتقبة له مع أحد هذه الفرق. هنرجع طبعا بنتمنى التوفيق لفريق المصري البورسعيدي وكل الفرق المصرية اللي بتمثل الكرة المصرية في أي منافسات دولية أو قارية، ولو اتسع المجال في نهاية الفقرة سنعود للحديث عن فرص المصري من وجهة نظر ضيفنا الدكتور أحمد ثابت أمام اتحاد العاصمة الجزائري. خلونا نستمع إلى رؤية ضيفنا، تحليله الفني، طريقة الأهداف اللي أحرزها كل فريق من الثلاث فرق المحتمل مواجهتها، وأيضا طريقة إحراز الأهداف في مرماها. حقيقة جدول فني دقيق جدا ورؤية فنية تفصيلية وضعها الدكتور أحمد ثابت، خلونا نستمع إليها ونعرض على حضراتكم بعض المواد الخاصة بأداء الثلاث فرق خلال مشوارهم في البطولة الأفريقية. أمامنا أرقام فريق وفاق سطيف الجزائري وأرقام فريق حورية كوناكري الغيني وأرقام فريق أول أغسطس الأنجولي. رأيك إيه في الثلاث فرق دكتور أحمد وما يميز كل فريق؟ خلينا نبدأ بالحديث عن سريعا نبدأ بوفاق سطيف. تمام، طبعا هي أصعب فرقة، يعني طبعا هم كلهم إن شاء الله الأهلي النادي الأهلي قادر إن هو يعدي أي فريق فيهم بإذن الله في الخبرات، والنادي الأهلي أقوى منهم بكتير، بدليل ان الاهلي اكتر فرقه فيهم حافظت على نظافه شباكها، نادي الاهلي فيهم اقل في فريق فيهم خساره، نادي الاهلي طبعا اكثر خبرات من اي فريق، ولكن الفريق اللي قلق شويه في الثلاثه حريه الغيني، فريق يمكن الاسم ليه شايفه افضل فريق في الثلاثه؟ فريق اولا فريق حريه فريق بيلعب كره كويسه جدا، معاهم مدرب فرنسي، عندهم ثلاث لعيبه قدام بيعتمد على السرعات على اختراق من الاطراف بشكل مميز جدا، اما كان معاهم في المجموعه انا شايفها ان هي كانت اقوى مجموعه، الوداد المغربي، سان داونز، حريه ما خسرش طول البطوله ولا ماتش غير من الوداد في ملعبه في محمد الخامس 2-0، فطبيعي ان انت تخسر من الوداد على ملعبه، لكن باقي المباريات خلينا نفكر مشاهدينا او نطلعهم على بعض الارقام واحصاءات هذا الفريق. طالما قلت انك شايف انه اقوى فريق في الثلاث فرق، الفريق ده لعب 10 مباريات، فاز في 5، تعادل في 4، المنيا بهزيمة واحدة، سجل 14 هدف، استقبلت شباكه 9 أهداف، الشباك النظيفة كانت في 3 مباريات. تكلمنا أكتر عن طبيعة أداء هذا الفريق. أول حاجة طبعا المدرب بتاعهم فرنسي اسمه فيكتور، دي موجودة برضو على الشاشة قدامنا، هداف الفريق عندهم اسمه مانديلا اللي هو بيلبس رقم 30 جناح يمين، وكان هداف الفريق جايب 4 أهداف، والأكثر أسيست هو برضو بريفو منساه، ده تاني أكتر لاعب أسيست في البطولة، يعني أكتر لاعب صانع أهداف بعد علي معلول، علي معلول رقم 1 5، بريفو منساه رقم 2 اللي هو صانع الألعاب بتاعهم جايب عامل 4 أسيست. طبعا هم بيلعبوا بطريقة لعب 4-2-3-1، نفس طريقة لعب النادي الأهلي، دي طريقة لعبهم، عندهم الرباعي اللي قدام داوودا كاميلو رقم 9 وبريفو منسا اللي هو الأكثر أسيست ده صانع الألعاب، ومانديلا اللي هو هدافهم اللي هو جايب 4 أهداف رقم 30، وقدام كامارا. يمكن نقطة قوة الفريق ده بيلعبوا دايما على الأطراف بشكل مميز جدا، سرعات الرباعي اللي قدام دايما عندهم تحول سريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، دي من الحاجه اللي بتميزهم جدا في الفريق ده. 5 أهداف المدير الفني الفرنسي فيكتور سفانكا، تمام، 5 أهداف في دور المجموعات من كرات عرضيه وهدف من ضربه ركنيه، فده ياكد لك ان الفريق ده كل اعتماده دايما على، يمكن لو عرضنا بعض الفيديوهات ليهم او الهدف هنلاقي ان اغلب اهدافهم جايه من الكرات العرضيه، دايما اللعب بيبقى تمرير طولي في ظهر الباك الشمال سواء علي معلول او فتحي، وتلاقي على العرضيه اتلعبت، دي يمكن مصدر خطورتهم. الفريق ده كان في اقوى مجموعه مع الوداد ومع سان داونز، في اخر ماتش كان يا هو يا سان داونز اللي على اللي يصعد في ملعب سان داونز،
يعني يا اما حريه يا اما سان داونز، اللي يكسب فيهم سان داونز محتاج يكسب عشان يصعد، سان داونز على ملعبه ما قدرش يكسب الفرقه دي، فده ياكد لك، ورغم ان سان داونز كان جايب صفقات قبل المباراه دي، فده ياكد لك ان الفريق ده قوي. طبعا دي واحده من نقاط ضعفهم، وهي التمركز في الضربات الركنيه، عندهم التمركز في الضربات الركنيه اللي شفنا، هنلاقي برضو ده كان جينيريشن فود، ده في دور اللي قبل المرحله اللي قبل دور المجموعات، الفريق اللي كان خرج المقصه كانوا جايبين فيه هدف من الضربه الركنيه، نقطه ضعفهم الفريق ده الضربات الركنيه من احد نقاط ضعفهم. طبعا الوداد المغربي وماتش برضو الوداد وحريه هتلاقوا طبعا احنا مش معانا الحقوق، ولكن الوداد سجل في الفريق ده من ضربه ركنيه برضو، هي كلها تقريبا من كرات ثابته او كرات عرضيه، الكرات اللي دخلت مرمى هذا الفريق. وعندهم مشكله كمان في الباك الشمال، هم عندهم مشكلتين واضحين قوي، التمركز في الضربات الركنيه زي ما احنا شايفين على الشاشه، الحاجه الثانيه المساحه او الفجوه اللي ورا الباك الشمال عندهم اللي هو اسمه نول رقم 12، هتلاقي الاهداف كلها يا ضربه ركنيه كده من كره عرضيه، يا اما المساحه اللي وراه ان شاء الله يقدر يستغلها وليد سليمان لو وقعنا معاهم في القرعه. فالفريق ده فريق عندنا هدفين من السبع اهداف اللي دخلوا مرمى هذا الفريق، هدفين لعب حر في ظهر الباك ليفت او الباك الشمال، هدف من كره ثابته، هدف من عرضيه ارضيه، هدف من كره عرضيه، هدف من كره طويله في ظهر الباك الشمال. واضح زي ما قلت يا دكتور احمد ان ممكن نلعب او نركز على الجبهه دي، ده نقطه ضعف عند الفريق ده. الفريق وهدف ركله جزاء بعد لعب حر في ظهر الباك الشمال ايضا. طبعا الفريق ده واقع في اقوى مجموعه كان مع الوداد ومع سان داونز، مجموعه قويه جدا، الفريق ده صعد على حساب سان داونز، الفريق ده ما خسرش ولا ماتش من اول البطوله الا في الوداد في ملعبه، طبعا ماتش الوداد في ملعبه بيبقى ماتش رخم، الوداد فريق تقيل على ملعبه، فمن الطبيعي ان انت تخسره. فده ياكد ان ده اقوى فريق من وجهه نظري، عندهم كمان المهاجم واحد بينافس على قائمه الاسيست بريفو منساه، يمكن الفرق الثانيه كلها ما عندهاش حد بينافس على صناعه الاهداف. هل تعتقد ان كارترون هيركز حسب كلامك، لانه اكيد الجهاز الفني للاهلي ودراسته وتحليله اداء الفريق هيجد نفس الارقام اللي وصلت لها يا دكتور، فهل تعتقد ان هيبقى في جبهه يمنى قويه جدا هجوميا هيركز على بيها اختراق الجبهه الضعيفه في ناحيه الشمال؟ طبعا اكيد وليد سليمان كمان هيبقى راجع من الايقاف على المباراه دي، نقطه الضعف اللي ممكن الاهلي يشتغل عليها. سليمان يقدر من خبراته، احنا ما شفناه وليد عمل ايه في ماتش الترجي في رادس هناك، كان واحد من افضل اللاعبين، يقدر وليد بخبراته يستغل ثغره الجبهه اليسرى، كمان لو لعب باثنين فراوده سواء وليد ازارو بسرعاته هيسبب لهم مشاكل كبيره جدا. وليد ازارو بصراحه بيقدم، يعني انا بشوفه من احسن الصفقات اللي جت النادي الاهلي في اخر السنوات، يعني صفقه مميزه جدا. وليد ازارو عنده السرعه، عنده الشراسه، يقدر يضحك على المدافعين، يقدر يتحرك بدون كره بشكل مميز جدا، هداف سريع، في بيمارس الضغط العالي، يمكن اي مدرب هيجي للنادي الاهلي سواء بقى كارتيرون سواء اي مدرب حتى مكان كابتن حسام البدري كان دايما رقم واحد عنده ازارو. ليه؟ رغم ان هو بيضيع، يعني امبارح مثلا ضيع فرصه سهله، لكن عنده اي مدرب ليه بينفذ الضغط العالي، مهاجم شرس مقاتل اللي بيروح على الجون كتير، طول ما هو بيروح وبيوصل مجهود وافر كمان طول وقت المباراة، طبعا بدنيا عالي جدا، الضغط العالي بتاعه عالي، بيوصل للجون كتير، سريع، يقدر ان هو يضحك على المدافعين، يلبسهم ضربات جزاء، فاولات من حوالين منطقه الجزاء، بيشتغل شغل محترم جدا. وليد ازارو بتشوف ان وليد ازارو افضل راس حربه، افضل مهاجم في دوري ابطال افريقيا، مش مصري بس، افضل مهاجم في دوري ابطال افريقيا، يعني في المهاجمين كلهم حضرتك مثلا هتلاقي في الهدافين عنده مالونجو اللي هو مهاجم مازيمبي، ده يمكن تاني افضل مهاجم بينافس ازارو، ولكن وجهه نظري ازارو اسرع، سرعه وليد ازارو مش موجوده في مهاجم، دي اللي بيفرق دايما مع النادي الاهلي، سرعه وليد ازارو. وليد ازارو لو بيغيب هيفرق مع النادي الاهلي، وكويس ان هو ما رحلش، يمكن من حسن حظ النادي الاهلي ان الصفقه بتاعه النادي الصيني اتعثرت، وليد ازارو واحد من افضل المهاجمين شايف بصراحه. شايف ان في الفتره دي كان يبقى غيابه مؤثر على هجوم الفريق؟ طبعا وليد ازارو غاب على ماتشين، وتاني هدافي ده معانا القايمه بتاعه الهدافين بتاعه دوري ابطال افريقيا، تاني هدافي دوري ابطال افريقيا هو وليد ازارو بفارق هدف. طيب عشان الوقت يتسع للاستماع لرؤيتك لباقي الفرق يا دكتور احمد، طبعا بعد ما اتكلمنا عن حريه كوناكري الغيني نتكلم، هل تحب نلقي الضوء ايضا على اداء الفريقين وفاق سطيف، طريقه طبعا الاداء والارقام وانعكاسات ارقامه في مشواره في البطوله؟ وفاق سطيف هو السهل الممتنع، وفاق سطيف انا بشوفه فنيا فريق تقدر تكسبه بمنتهى السهوله، ولكن المشكله ان هي بقى حته المغرب العربي اللي هي طبعا من الجزائر، وان انت هتروح هناك الملعب بتاعهم بيبقى ملعب رخم اكيد على الجزائر، ولكن وجهه نظري فريق سهل. اولا ليه بقى؟ او اكتر فريق من الثلاث فرق استقبلت شباكه اهداف، يعني خط دفاعه وحش سيء، عندهم مشاكل دفاعيه كتير جدا، استقبلوا 10 اهداف في 10 ماتشات،
سجل 17 وتلقت شباكه استقبلت شباكه 10 اهداف. دي اللقطات اللي معانا دي ضربات ركنيه، هم مميزين قوي ده كطبيعه المغرب العربي سواء تونس الجزائر المغرب بحته الضربات الركنيه. بدات كلامك بطبيعه حساسيه المباريات مع فرق المغرب العربي طبعا الشمال الأفريقي. دي المشكله بس، لكن هم فنيا انت اعلى منهم بكتير. فريق اكتر فريق استقبلت شباكه اهداف هو فريق وفاق ستيف، دخل شباكه 10 اهداف. اكتر فريق خسر في الثلاث فرق فريق وفاق ستيف، خسر 3 ماتشات، الفريقين التانيين ما خسروش، فدي حاجات مهمه جدا. الست مباريات اللي لعبها وفاق ستيف في دور المجموعات كل مباراه دخلت فيهم اهداف، فده ياكد ان دفاعهم في مشاكل، كل مباراه بهدف، دليل ان هم عندهم مشاكل دفاعيه كبيره جدا في وفاق ستيف. ولكن طبعا عندهم بعض المميزات، عندهم المهاجم الحبيب ده اللي هو رقم 9 ده من الهدافين، جايب 3 اهداف هداف الفريق، وعندهم اكرم جحنيت اللي هو الجناح اليمين جايب 3 اهداف، عندهم الاكتر اسيست الجناح الشمال اللي هو حسام الدين ده 3 اسيست، اكتر واحد عندهم عامل اسيستات. يمكن هم برضو بيلعبوا ب 4 2 3 1، عندهم المدرب المغربي رشيد الطوسي او الطوسي ده عامل 4 2 3 1 طريقه لعبه، عندهم الاربعه اللي قدام برضو اربعه خطيرين، سواء عبد المنعم جابه صانع الالعاب رقم 10 او حسام الدين واكرم جحنيت الجناحين، وقدام الحبيب اللي هو المهاجم. وجهه نظري يعني الفريق لو القرعه وقعت النادي الاهلي مع وفاق ستيف مش وحش، طبيعه المغرب العربي، ولكن النادي الاهلي قادر، انت فنيا اعلى. لا احنا دايما حساباتنا زي ما قلت في البدايه دكتور احمد انه النادي الاهلي بيقول انه عشان يفوز باللقب وعشان يحقق طموحاته، طموحات المسؤولين ومجلس اداره النادي والمسؤولين في كل اعضاء النادي الجمعيه العموميه وكل محبي الفريق وجماهيره اللي بيقدروا بالملايين داخل وخارج مصر، انه بيعمل دايما حساباته على ادائه في مواجهه اي منافس، وانه لازم يتفوق على اقوى المنافسين. لكن احنا بنعمل التقييم الفني مين الافضل ومين اقوى الفرق ومين اضعف فرق حسب الارقام اللي بتعكس مستوى كل فريق حتى الان اللي محتمل نقابل واحد منهم في دور الثمانيه. بتقول انه في فرق فني من وجهه نظرك لصالح حورية كوناكري مقارنة بوفاق ستيف طبعا. وفاق ستيف كان كمان مجموعته كان فيها مازيمبي، فيها الدفاع الحسني، فيها اتحاد العاصمة. بعض الملحوظات على فريق وفاق ستيف ان المباريات كلها دخل فيها اهداف، اكتر فريق خسر من الفرق، اكتر فريق استقبل اهداف، كل الحاجات دي بتاكد ان الفريق ده فنيا انت تقدر تتفوق عليه. يمكن هم حتى ال 17 هدف اللي جايبينه كان اول مباراه كسبوا فيها 7 أو 6، فعشان كده معدل الاهداف بتاعهم زياده اللي هي في المراحل التحضيريه اللي هي في دور ال 32. ولكن برضو فنيا انا شايف النادي الاهلي اعلى بكتير، هم عندهم مميزين قوي في حته الضربات الركنيه. ولكن بس بالارقام خليني اسالك على حاجه، يعني الفوارق في التسجيل، يعني وفاق ستيف سجل حتى الان 17، حورية كوناكري سجل 14، الفارق في استقبال شباك اي فريق منهم لاهداف 10 اهداف في شباك وفاق ستيف و9 اهداف في شباك حورية كوناكري. قصدي حتى الفارق في عدد الاهداف اللي دخل مرماهم مش كبير. هدف واحد لصالح حورية كوناكري في مرماه ولصالح المهاجمين في وفاق ستيف بفارق 3 اهداف، بس الحسابات قريبه من لا بس وفاق ستيف خسر اكتر، خسر 3 ماتشات، خسر 3 مباريات، خسر ماتش. تاني حاجه برضو كل ماتش بيجي فيك هدف، فده بياكد ان الفريق ده دفاعيا مهزوز، في مشاكل دفاعيه في الفريق ده، فتقدر انت ان شاء الله تستغلها لو وقعت معاه. طيب لو حللنا زي ما عملنا مع حورية كوناكري طريقه دخول الاهداف في مرمى وفاق ستيف وطريقه احرازه للاهداف، احرز 7، احرز 7 اهداف ودخل مرمى 9 اهداف، عايزين نتكلم عن الفرق في اسلوبه في احراز الاهداف في نقاط الضعف. 4 اهداف من التسعة اللي سكنت شباكهم من كرات عرضيه، من التسعة اللي سكنت اللي دخلت شباكهم من كرات عرضيه، وثلاثه من ضربات جزاء من التسعة اهداف اللي جت في الفريق المغربي في الفريق الجزائري وفاق ستيف. زي ما قلنا 4 من كرات عرضيه وثلاثه من ضربات جزاء، والست مباريات اللي لعبوها دخلت فيهم اهداف. يمكن هم تعادلوا مع مازيمبي 1-1، فازوا على الدفاع الحسني 2-1، وخسروا 1-0 من اتحاد العاصمه، وخسروا من مازيمبي في مازيمبي 4-1، وكسبوا اتحاد العاصمه 2-1، وتعادلوا في المغرب مع الدفاع الحسني 1-1. طيب يعني الفوارق من وجهه نظرك فنيا وبحسابات كام هزيمه تعرض لها كل فريق من الفريقين لو بنقارن بين مستواهم ومشوارهم في البطوله، ومستوى المجموعه كمان تميل لصالح طبعا والتصنيف طبعا ومستوى المجموعه فنيا تميل لصالح حورية كوناكري، شايفه اقوى طبعا. وكمنافس اقوى في حاله مواجهته للاهلي في دور الثمانيه طبعا. طيب خلينا ننتقل لاخر فريق من الفرق اللي محتمل نواجه واحد منهم، وده اللي هنعرفه بعد قليل من خلال متابعه زميلنا محمد سعيد لقرعه الاتحاد الافريقي لدوري رابطه الابطال الافريقي لكره القدم دور ربع النهائي او دور الثمانيه. ارقام فريق اول اغسطس الانجولي، يا ريت نتكلم عن الفريق وارقامه ونقاط القوه والضعف. طبعا الفريق ده لعب 10 مباريات برضو، فاز 5 اتعادل 3 وخسر 2، هو يمكن هو اضعف خط هجوم فيهم، جابوا 12 هدف، فدي برضو انا اتمنى ان الاهلي يقع مع النادي ده اللي هو اول اغسطس، يمكن هو اسهلهم شويه يعني. طبعا الفريق الجزائري هيبقى حته المغرب العربي والجمهور يعني،
فريق حريه فريق فنيا عالي تكتيكيا هيتعبك، لكن فريق اول اغسطس ان شاء الله، حتى هو كمان كان مجموعته مجموعه سهله ما فيهاش غير النجم، النجم تصدر من بعد الجوله الثالثه عرفنا ان النجم هيصعد. طب خلينا نسمع تحليلك للارقام ونعرف بيها الساده المشاهدين. لعب 10 مباريات، فاز في 5، تعادل في 3، وهزم في مباراتين، سجل 12 هدف، استقبلت شباكه 7 اهداف، وثلاث مباريات كانت فيها الشباك نظيفه، والفريق الوحيد فيهم اللي بيلعب 4-4-2 باثنين براسين حربه. طبعا هم عندهم هداف الفريق اللي هو المهاجم جاك بيتومبا، جاب 4 اهداف رقم 20، والاكثر صناعه عندهم بوكامبا اللي هو الجناح اليمين، والمدرب بتاعهم من البوسنه، يعني شفنا مدرب مغربي مدرب فرنسي والمدرب هنا من البوسنه كلهم دراجانيوفيتش من البوسنه. طبعا هم بيلعبوا 4-4-2، يمكن هو في المباراه الاخيره عشان كان يعني لازم يكسب فيها عشان يتاهل كتاني، لعب 4-1-4-1، زود الكثافه العدديه تحت راس الحربه. عندهم طبعا جيرالدو رقم 11 دوت الجناح اليمين خطير جدا، واحد من اللعيبه المميزه جدا، وعندهم بوكامبا رقم 13 الجناح الشمال، وقدام جاك بيتومبا رقم 20 هداف الفريق برصيد 4 اهداف. دول يمكن اخطر 3 عندهم في الفرقه، ولكن الفريق طبعا احنا زي ما قلنا اضعف خط هجوم في الثلاث فرق، جايبين 6 اهداف فقط في دور المجموعات، لكن 12 هدف على مدار البطوله، 6 اهداف في دور المجموعات، فده ياكد ان الفريق هجوميا ما عندوش شراسه. ما عندوش دي بعض اللقطات ليهم، هم مميزين قوي في الجبهه اليسرى اللي بتتحضر كده للمهاجم رقم 9 وبيشوطها دايما، عندهم الجبهه اليسرى، حضرتك بص التمرير الطولي في ظهر مثلا احمد فتحي، عندهم الحته دي مميزين قوي بيها اللي هي الجبهه الشمال، اغلب خطوره اول اغسطس من الجبهه الشمال دي، يمكن مفتاح اللعب عندهم اللي هي الجبهه اليسرى، الكره اللي فاتت شفنا منها التسديده، والكره دي شفنا منها الهدف، يمكن دي خطورتهم في الحته الشمال، لكن فهم فنيا او هجوميا مش عندهمش شراسه سواء زي النادي الاهلي زي مثلا فريق حريه زي الوداد، لا نتكلم عن طريقة إحراز الأهداف في مرماهم كمان. الفريق أحرز عندنا الفريق أحرز 6 أهداف وأهداف عليه 5 أهداف في دوري المجموعات. في الأهداف اللي أحرزها هدفين من ركلات ركنية، هدف من تسديدة، هدف من كرة عرضية، هدف من استغلال لمهارات فردية، وخمس أهداف دخلت مرمى، هدفين من تسديدات وهدفين من كرات عرضية وهدف من لعب مفتوح أو لعب جماعي. هم عندهم الجبهة اليسرى قوية، أقوى حتة عندهم دايما زي ما شفنا على الشاشة حتة التمرير الطولي اللي بيتلعب في ورا مثلا أحمد فتحي، وتلاقيها اتعملت عرضية رقم 9، ده عندهم جيرالدو ده اللي هو رقم 11 هو المميز قوي بعمل العرضيات في الجبهة اليسرى، دي يمكن أقوى حتة عندهم، لكن هم على المستوى الهجومي اقل من حريه، عشان كده بتمنى ان احنا نواجه الفريق ده. يعني لو بتصنف الثلاث فرق بالترتيب من الاقوى الى الاضعف، حريه طبعا رقم 1، رقم 2 وفاكستيف رقم 3 اول اغسطس، شايف ان اول اغسطس اقل مقارنه بمستوى الفريقين التانيين؟ اقل. تاني حاجه ان هو كمان كان في المجموعه الاسهل، يعني كان معاهم النجم، معاهم زيسكو، معاهم سوالو، ديت ثلاث فرق يعني النجم حتى مش في حالته، يعني النجم الساحلي مش زي مثلا الترجي اللي كان معانا في المجموعه او الوداد او مازيمبي. طيب خلينا نختتم كلامنا معاك يا دكتور احمد، ان شاء الله نسمع بعد قليل المعلومات الاكيده من خلال ما يعلنه او من خلال متابعه زميلنا محمد سعيد لما سيعلن في قرعه الاتحاد الافريقي لدور الثمانيه او الدور ربع النهائي في دوري رابطه الابطال الافريقي لكره القدم. بالتاكيد بنتمنى التوفيق طبعا بعد امنياتنا دائما ابدا بالنجاح وحصد المزيد من الانجازات والالقاب والبطولات لفريقنا للنادي الاهلي، ويواصل مشواره وصدارته دائما ابدا للانديه الافريقيه، ويصل الى حلم العوده لكاس العالم للانديه، حلم الجميع المسؤولين والجمعيه العموميه واعضاء وجماهير النادي، وطبعا مشاهدي القناه الكل بيحلم بحصد اللقب الافريقي والعوده للمنافسه بقوه والمشاركه واعاده المشاهد الجميله اللي شفناها من خلال مشاركات سابقه في كاس العالم للانديه. اخيرا النادي المصري، اكيد اي نادي بيمثل الكره المصريه والرياضه المصريه بنتمنى له كل التوفيق في مشواره في البطولات العربيه والافريقيه. المصري مع اتحاد العاصمه الجزائري 16 سبتمبر و22 سبتمبر، كيف ترى هذه المواجهه؟ لا مواجهه صعبه، حظ المصري في القرعه يمكن ما كانش حلو صراحه، يعني وجهه نظري اتحاد العاصمه فرقه ثقيله جدا جدا جدا، واحده من الفرق المرشحه للكونفدراليه. ليه؟ اتحاد العاصمه عندهم خبرات، السنه اللي فاتت كانوا طبعا احنا عارفين في دوري ابطال افريقيا كانوا مع النادي الاهلي ووصلوا دور الاربعه وطلعوا من الوداد، فرقه نفس الفرقه بالظبط، سواء زماموش سواء عبد الرحمن ميزيان نفس الفرقه موجوده، الباك اليمين المميز فاروق الشافعي المساك المميز نفس الفرقه الموجوده، عندها خبره قويه جدا، مجموعه منها لاعبين، مجموعه من اللاعبين ووصلوا السنه اللي فاتت، منها لاعبين عندهم خبرات بالبطوله طبعا الأفريقية. ووصلوا السنه اللي فاتت نص النهائي، خرجوا من الوداد اللي هو اخذ البطوله، والسنه دي عندهم ماشيين هم متصدرين المجموعه، دخل يعني عندهم 10 نقط ماشيين بشكل كويس جدا. اعتقد كمان ان العوده بتكون في الجزائر، اتحاد العاصمه على ملعبه تقيل جدا، فالنادي المصري لازم طبعا كابتن حسام اكيد يعمل حسابه للمباراه دي بشكل كويس جدا، ولكن مباراه الذهاب هتفرق مع المصري، لو دخل فيه اهداف
كده المصري اعتقد هتكون فرصته صعبه في استاد بورسعيد. يعني بتتمنى ان المصري يخرج بشباك نظيفه او لا يهزم في المباراه الاولى خارج من طبعا حاجة. لازم على الاقل 1-0 او 2-0 يعني 2 لازم المصري يكسب سواء 1 أو 2. ليه؟ لان مباراه العوده في الجزائر هتبقى صعبه جدا. اتحاد العاصمه ما بيتغلبش على ملعبه. اتحاد العاصمه في كل المباريات كل النتائج دايما بيكسب على ملعبه. حتى في دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت كان ميزته على ملعبه كرات عرضيه ضربات ثابته عندهم فريق الشافعي. الكره اللي كانت يوم 16 في بورسعيد والعوده في الجزائر 22 ولا العكس؟ لا لا الاول المباراه الاولى بورسعيد لان المصري كان تاني فلازم الذهاب بيبقى في بورسعيد واتحاد العاصمه الاول بيلعب العوده 16 سبتمبر في على ملعب المصري في بورسعيد. شايف ان هو يحتاج الى الفوز بفارق على الاقل 2-0 او 1-0 تستريح يبقى فوز مطمئن طبعا. لكن العوده في اتحاد العاصمه فرقه تقيله فرقه عندها خبرات اعلى من المصري. كانوا السنه اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا فرقه شرسه والجمهور بيبقى مؤازر جدا وبيبقى في ضغط جماهيري يعني فرصة المصري هتبقى يعني ممكن نقول 60 اتحاد العاصمة المصري 40 يعني. عموما نتمنى ان توقعاتك لا تتحقق بالنسبة للمصري ويكون نتمنى طبعا المصري يصعد اكيد يعني. اكيد هي نتمنى طبعا انه يتخطى عقبة فريق اتحاد العاصمة الجزائري اللي طبعا صاحب خبرات في البطولة الافريقية ولاعبي عندهم عناصر طبعا عنده عناصر متميزة فنيا وبدنيا كمان مع الدعم الجماهيري وشفنا ده في مواجهات سابقة مع النادي الاهلي المصري لما كان بيواجه اتحاد العاصمة على ملعبه وسط جماهيره بيبقى فيه طبعا احتفاء جماهيري ودعم ومؤازرة جماهيرية ضخمة جدا في الجزائر لفريقهم البطل الجزائري اتحاد العاصمه. لكن بنتمنى ان يخرج المصري من حصيله اللقاءين فائزا ويتخطى هذه المواجهه ويواصل مشواره في البطوله الافريقيه. في نهايه هذا الحوار انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده وبشكر لك المجهود الكبير اللي عملته في تحليل اداء الفرق والارقام اللي بتعكس مستوى هذه الفرق اللي هنعرف بعد قليل من منها يكون في مواجهه النادي الاهلي البطل المصري في دور الثمانيه في دوري المجموعات. شكرا في دوري رابطه الابطال. سعدت بالتواجد مع حضرتك طبعا. ان شاء الله يعني نواصل هذه اللقاءات ونستمع الى رؤيتك وتحليلك للفرق اللي هتواجه الاهلي في المتبقي من مشواره بعد تخطي دوري المجموعات والاهلي في الصداره الوصول الى دور الثمانيه او ربع النهائي. ان شاء الله تكون كمان مباريات جيده ويواصل فيها الاداء المتميز فريقنا ونجومنا في النادي الاهلي ويصلوا الى نهائي البطوله وحصد اللقب الافريقي. بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده محلل الاداء في الاهرام الرياضي الدكتور احمد ثابت. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وسعدت طبعا بتواجد مع حضرتك وسعداء جدا بوجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. مشاهدينا فقراتنا مستمره نتمنى التوفيق لفريقنا سواء في مشواره استكمال مشواره بقوه ونتمنى طبعا تلافي الاخطاء وتدارك الاخطاء عن طريق الجهات والاشخاص المعنيه بتحسين مستوى البطوله المحليه او الدوري المصري حرصا على اتاحه الفرص المتساويه والمتكافئه للجميع عشان الافضل اداء يستحق ويستحق أن يترجم جهده إلى أهداف ويكون التحكيم عامل مساعد على إعطاء كل ذي حق حقه زي ما شفنا النادي الأهلي تعرض لظلم كبير حتى طبعا لو عن غير عمد أو دون قصد ولكن نتمنى عدم تكرار هذه الأخطاء وأن كل فريق يأخذ قدر ما يستحق على جهده واجتهاده في أي مباراة وشفنا حجم اجتهاد فريق الأهلي في مباراته مع الإنتاج الحربي بالأمس. بشكر حضراتكم على متابعة هذا اللقاء. فقراتنا مستمرة وهنعرف تفاصيل أكثر عن مشوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية بعد قليل مع زميلنا العزيز محمد سعيد وقرعة دوري رابطة الأبطال والدور ربع النهائي وأيضا هتكون في فقرة مهمة جدا النهاردة عن ما وصل إليه مشروع لائحة النظام الأساسي في النادي الأهلي. هيكون زميلنا العزيز الإعلامي شريف فؤاد في حوار تفصيلي مع أمين صندوق النادي الأهلي الأستاذ خالد الدرندلي. بشكر حضراتكم وإلى زميلي محمد سعيد. شكرا لك يا زميلي العزيز محمد.